مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الحرية في محضر الثالوث، ونحن الضيفان في محضر الثالوث. حابب أبدأ الحلقة النهاردة بربعين من سقطقية يوم الاثنين. بداية السقطقية بيقول: آدم بينما هو حزين سر الرب أن يرده إلى رئاسته. كنت لسه عايش في حزن، كنت لسه مش متمتع بهذا الخلاص، أشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. الكنيسة عايزة تقول لنا يوم الاثنين أن يوم الحد تم قيامة ربنا يسوع المسيح، والعطية صحيح خدناها بعد حضور الروح القدس، ولكن يوم الاثنين هو اليوم الجديد في الأسبوع الجديد. بتقول أنه أشرق جسديا، الحزن راح لأن العمل الخلاصي تم. تقول في نفس السقطقية: لأن الموضع الذي كثرت فيه الخطية اللي هو جسد الإنسان وبشريته تفاضلت فيه نعمة المسيح. نفضل نكرر أشرك جسديا. الكنيسة بتشجعنا وإحنا بنسبح أن نشوف القصة كلها مش ممثلة وبس، لكن ترنيمة الكنيسة، فرحة الكنيسة، حياة الكنيسة الجديدة كل يوم في هذا الفرح الدائم. ويحل قضية الموت أنك يا آدم أنت تراب ولا تراب تعود، دي خلصت خلاص، لكن من الآن أنت سماوي وإلى السماء تعود. ابقوا معنا ونتقابل بعد الفاصل في حلقتنا الجديدة، ونحن ضيفان في محضر الثالوث. في محضر الثالوث محضر الثالوث. مرحبا بكم مرة تانية مشاهدي قناة الحرية في لقائنا في محضر الثالوث، وفي كتابنا بتاع قدسنا العظيم البابا أثناسيوس الرثولي، وكتاب الفصل 21 من كتاب تجسد الكلمة، الفصل 20 آسف من كتاب تجسد الكلمة. أنا هقرأ دكتور الباراجراف الأول ونسمع. لقد تحدثنا إذن وباختصار على قدر المستطاع وبقدر ما أمكننا فهمه عن سبب ظهوره في الجسد، الكلمات اللي احنا قريناها في الحلقات اللي فاتت، وأنه لم يكن ممكن أن يحول الفاسد إلى عدم الفساد إلا المخلص نفسه الذي خلق منذ البدء كل شيء من العدم، ولم يكن ممكنا أن يعيد خلق البشر ليكونوا على صورة الله إلا الذي هو صورة الآب، ولم يكن ممكنا أن يجعل الإنسان المائد غير مائد إلا ربنا يسوع المسيح الذي هو الحياة زهدة. حتى احنا في بداية القداس الكرسي في صلاة الصلح نقول له يا رئيس الحياة وملك الدهور وملك الدهور. حضرتك تحب يعني هو القديس أثناسيوس الحياة ده الفصل 20 ده ملخص لل 19 فصل اللي فات، هو بيعيد تاني وانت حدثنا باختصار على قدر المستطاع رغم ان هو يعني مختصر. ما امكننا فهمه، يعني اصل سر التجسد الالهي عظيم، هو عظيم سر التقوى، وده سر لن يسبر غوره
ولكن ممكن الإنسان يعيش فيه في كل ملء، لأنه استعلان إلهي زي ما اتكلمنا في الحلقة الأولانية، ونحن بنقبله بالإيمان. لكن ما ما أمكننا فهمه، لأنه قديس كيرلس يقول أمام الكلمة المتجسد الكلمة تصمت، ومع ذلك هو كتب كتير جدا جدا، ويقول وجودنا وكاننا في المسيح يسوع اللي عطاه لنا الله في تجسد ابنه الوحيد ده شيء فائق للعقل، وكتب عنه حاجات كتير قوي قوي، ولكن برضه هو لا يقول الكلمة تصمت عن سبب ظهوره في الجسد. سبب ظهوره في الجسد، مش يعني هو مالئ الكل بلاهوتي، لكن هو في ملء الزمان ظهر في الجسد من أجلنا ومن أجل خلاصنا. طب ليه لم يكن ممكنا في ثلاث حاجات؟ لم يكن ممكنا أن يحول الفاسد إلى عدم فساد إلا المخلص نفسه، وهنا كلمة المخلص لها معنى، المخلص لكي يخلصنا من الموت والفساد، بأنه داس الموت بموته على الصليب وأعطانا القيامة بقيامته. تمام، دي حاجة. والذي خلق منذ البدء كل شيء من العدم، يبقى اللي خلق من البدء هو اللي لازم يعيد خلق ماذا. ولم يكن ممكنا أن يعيد خلق البشر ليكونوا على صورة الله، على صورة الله، إلا الذي هو صورة الآب، الابن المتجسد الكلمة هو صورة الآب، لأنه هو واحد مع الآب في الجوهر. ما يقدرش حد يخلينا إحنا نكون على صورة الله إلا الابن، لأنه هو وحده صورة الآب. والحاجة الثالثة، لم يكن ممكنا نجعل المائت غير مائت إلا ربنا يسوع المسيح الذي هو الحياة ذاتها. الحياة ذاتها دي القديس أثناسيوس بيكتب كلمة ذاتها دي، يعني بيسموها أفتوزويس، أفتوس يعني اتسلف، الحياة ذاتها. هو يستخدم يتكلم عن المسيح، شوف نفسه في كتاب ضد الوثنيين، يقول هو القداسة ذاتها والحكمة ذاتها والحياة ذاتها وكلمة والقدرة ذاتها أو قدرة الآب ذاتها، أفتوذينامس وأفتوفوس يعني النور ذاته، يعني وأفتو أليسيا ويعني الحق ذاته، وأفتو أريتي يعني الفضيلة ذاتها، مش حاجتين، دي حاجة واحدة، هي هو ده النور، هو ده الحق، هو ده الحياة، هو ده المسيح اللي يقدر بسبب ظهوره في الجسد انه يدينا حياة، انه يعيد خلقتنا، انه يخلينا مخلوقين مرة تانية او يجدد خلقتنا على صورة الله، لانه هو صورة الآب. تماما. في الفصل في البراجراف الثاني بيقول برضو اشياء رائعة جدا، انا هقراها ونتشارك فيها مع بعض. ولما كان من الواجب وفاء الدين المستحق على الجميع، إذ كما بينا سابقا كان الجميع مستحقين الموت، فلأجل هذا الغرض جاء المسيح بيننا، وبعدما قدم براهين كثيرة على ألوهيته بواسطة أعماله في الجسد اللي قلناها الحلقة اللي فاتت، فإنه قدم ذبيحته عن الجميع فأسلم هيكله للموت عوضا عن الجميع. وعم بيقول لنا في سببين، أولا لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى، وثانيا لكي يثبت أنه أقوى من الموت، مظهرا جسده الخاص أنه عديم الفساد وأنه بكورة لقيامة الجميع. تمام، ده هو. بس قبل ما نتكلم في النقطة دي، لو سمحت لي قدسك أقول أنه هو أتكلم قبل كده في فصل 16 عن المسيح تم مع عمليتين المحبة، قدسك ذكرتهم أنه القضاء على الموت والفساد، وعرفنا تاني هو بيكرر الكلام ده تاني هنا في نهاية الفقرة، فقرة واحد بعد ما بيقول انه فيش حد غير المخلص سبب ظهوره في الجسد، حاجتين هنا، انه يقضى الفساد ويدينا تاني، يجددنا على صورة الله الاب ويدينا الحياة، يعيد الانسان المائت يجعله غير مائت. السبب التاني هو لم يكن ممكنا ان يعلم البشر عن الاب ويقضي على عبادة الاوثان، هي دي النقطة، الا الكلمة الذي يضبط كل شيء وهو وحده الابن الوحيد الحقيقي. ليه هو الوحيد اللي عرفنا بالآب؟ لأنه هو مولود الآب، هو ابن الآب، وهو صورة الآب، وهو الابن الوحيد، وهو واحد مع الآب في الجوهر. يبقى اللي يعرف الآب هو الذي يخبر عن الآب، الابن الوحيد الذي في حضنه
وخب. ويمكن في حضن دي يعني عايزة تقول ان واحد معاه في الجوهر. هو ده العمل التاني، هو كررهم هنا بطريقة تانية قديسة. نيجي للفصل، النقطة التانية اللي قلتك بتقول عليها، واجب وفاء الدين المستحق على الجميع. بنسمع الكلمة دي كتير، احنا وفى الدين عنا، ما هو الدين؟ بيجاوب على طول بيقول كما بينا سابقا. بينا سابقا دي موجودة في فصل 9 اللي هو ايه؟ ان احنا كنا تحت حكم الموت. في الفصل 9 بيقول هذا الكلام تاني اهو في اخر الباراجراف يكتب 2 لان كلمه الله هو فوق الجميع، فقد كان لائقا يقدم هيكله الخاص واداته البشريه فديه عن موفيا دين الجميع بموته. يبقى الدين هو ايه؟ ان احنا كنا مديونين بالموت. يعني مديونين بالموت يعني تحت حكم الموت، فيجب ان هو يوفي الدين ده، يعني يموت عشان يقضي على الموت اللي فينا، يموت لكي يبيد كان الجميع مستحقين الموت. فلأجل هذا الغرض جاء المسيح بيننا، اي كان الجميع مستحقين الموت، هو ده الدين. فلأجل هذا الغرض جاء المسيح بيننا عشان يعمل ايه؟ يقضي على الموت. بعد ما قدم براهين كثيره في الجسد انه ده اله، قدم بقى هذا الهيكل للموت. بيقول كده، قدم براهينا كثيره على اولهيتي بواسطه اعمالي في الجسد، فانه قدم ذبيحتي عن الجميع فاسلم هيكله للموت عوضا عن الجميع. انه مات بطبيعتنا البشريه المتحده بطبيعته الالهيه، لكي عندما يموت لا يمسك من الموت، لا يمسك من الموت، ويقوم ويقيمنا معه، لأنه ده جسده الخاص اللي هو يشبه طبيعتنا في كل شيء ما عدا الخطيئة وحدها. فإحنا قد متنا معه ونقوم معه، زي ما بيقول بولس الرسول بعد كده إن إحنا مدفونين معه في المعمودية. إحنا بناخد موت المسيح ده في المعمودية وقيامة المسيح في المعمودية. تمام. نكمل الحديث دكتور. يقول كده عشان كده بيقول آسف، لكي يثبت أولا، لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى. إيه المعصية الأولى؟ إنه يوم أن تأكل الفساد والموت إلى العالم. الحاجة التانية لكي يثبت أنه أقوى من الموت. إزاي؟ إنه يؤمن بالأموات مظهرا جسد الخاص أنه عديم الفساد. شفت كلمة جسد الخاص؟ زي ما قلنا رسك ده جسده هو الخاص. عشان كده الألام اللي وقعت عليه بنسميها إحنا ألام محيية، رغم ان هي الام جسد وحقيقيه، وهي حقيقيه، بس احنا بنقول بالام كا الكاف الكاف دي بتاعته هو. زي ما احنا بالظبط اتحاد الطبيعه الالهيه بالطبيعه البشريه في طبيعه واحده، زي انا القديس كيروس بيسبها بعلاقه النفس بالجسد. انا مكون من حاجتين بس، انا شخص واحد وطبيعه واحده، في حاجة فيها مش مرئية هي النفس، دي زي الطبيعة الإلهية، والحاجة المرئية دي زي الجسد، دي الطبيعة البشرية. لكن أنا واحد أهو، في حاجتين محدش يقدر يشوفهم منفصلين غير بالفكر، لكن أنا اللي بيتكلم وأفعل هو الواحد. لما حد بيضربني كده بقول له أي لماذا تضربني، رغم أنه هو ضرب إيه؟ إيدي. لكن هو أنا واحد. فبقى دي ألامي أنا. تمام. وده اللي بتقول برضو يا دكتور الكنيسة في سؤتقية الاثنين في القطعة الستة، بتقول بل طبيعة واحدة وأكنوم واحد وشخص واحد الله الكلمة. تماما زي ما قلتك دايما بتعلمنا وتقول انه احنا ما نسبح نصلي هذا الكلام ونسبحه هي الكنيسة حبت تحط على لسان أولادها إيمانها، اللي ده تعب سنين وده مجهود أباء الكنيسة على طوال ودفاعات قرون. هرطقات كثيرة هي عملته زي كده فايل صغير كده سبحه بده، لأن إحنا لما نؤمن صح نعيش صح، نصلي صح الأول صح. ناخد صح من الله نقدر نعيش بطريقة صحيحة. فهو ده لاهوتنا المسبح وتسبيحنا اللاهوتي. تمام يا دكتور. بيقول تاني يعني زي ما هو حضرتك نبهتنا في الحلقات اللي فاتت إن القس أنسوس بيعيد ولا يخجل من الإعادة، لأنه هدفه أن احنا نصل إلى الحق منه. تمام. ولا تتساءل إن كنا نكرر ما نقوله عن الحديث عن نفس الموضوعات. تمام.
فطالما نحن نتحدث عن مشورة الله الصالحة من جهتنا فيجب علينا أن نشرح المعنى الواحد بطرق عديدة. عشان كده لو حد من المشاهدين شاف أنه في تكرار بيقول له أنا عايزك تعرف وتلقى. حتى لا يبدو كأننا تركنا أي شيء فنتهم بالتقصير أو بالعكس. يعني الهدف أن الواحد يفهم زي ما حضرتك قلت، اللي يفهم صح هيسبح صح، هيصلي صح، هياخد صح، يعرف إيش صح. ده أكيد أكيد، لأنه ليس بلا هدف أن الكنيسة حطت. يعني مثلا قدسك لما في أوشيت الإنجيل واللي بيطلع يرى الإنجيل بيقول إيه عن المسيح يسوع الأول؟ مبارك هو الآتي باسم الرب، ويبتدي يدي ألقاب، ربنا وإلهنا مخلصنا مخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي. إيه ده كله؟ بس كل واحدة من دول ليها معنى لاهوتي، بتزبط العلاقة بين الله وبيني أو بيني وبين الله، لكي عندما أطلب منه أطلب منه بهذه الصفات بهذه الألقاب، زي ما بنصلي للروح القدس في صلاة الساعة الثالثة ونقول له أنت الرب المحيي، هلما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. بس قبل كده بقول له أنت مالئ الكل، أنت كنز الصالحات، أنت معطي الحياة، اديني بقى من كده. تمام، خليني أختم يا دكتور الجزء ده قبل الفاصل بجزء برضو من أوتقية يوم الاثنين والقطعة الستة، بنقول الكائن الذي كان أتى وأيضا يأتي. تغيير إزاي؟ يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد بغير تغيير وصار إنسانا كاملا، كاملا. تمام. من أجلي أو من أجل خلاصي، من أجلنا أو من أجل خلاصنا. ابقوا معنا ونتقابل بعد الفاصل. في محضر السالوس. في محضر السالوس. مرحبا بكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الحرية، وبنتابع مع بعض كتاب تجسد الكلمة لأبونا القديس أثناسيوس الرسولي البابا العشرين. كنا وقفنا دكتور قبل الفاصل في الفصل العشرين اللي حضرتك قلت إنه الفصل كله عبارة عن تلخيص ل 19 فصل السابقين. بس لو هيغير الموضوع شوية بعد الفصل العشرين. في القطعة الرابعة يا دكتور كده، فالجسد اللي هو جسد الكلمة لكونه من طبيعة البشر ذاتها، لأنه كان جسدا بشريا حتى إن كان قد أخذ من عذراء فقط بمعجزة فريدة، لكن أنه كان قابلا للموت لذلك كان لابد أن يموت كسائر البشر نظرائه. يعني الموت كان حتمي لأنه خد جسد زي جسدنا بالضبط حتى إن كان الميلاد معجزي. تمام. غير أنه بفضل التحادث بالكلمة فإنه لم يعد خاضعا للفساد الذي بحسب طبيعته، بل بسبب كلمة الله الذي حل فيه فإن الفساد لم يلحق به. جميلة. في ناس بتعتقد، وكان الكلام ده موجود في عصر القديس أثناسيوس برضو، وحبوا يعملوا ملوك أكتر من الملك برضو، يكرموا جسد المسيح قوي، فقالوا ده المسيح جاب معاه جسد، أو جسد المسيح ده غير قابل للموت، ده جاي معاه من السماء. فالقديس أثناسيوس في رسالة إلى إبيكتيتوس، اسمه الأسقف إبيكتيتوس، كان عنده المشكلة دي، إن في ناس فكروا إن جسد المسيح ده جسد غير قابل للموت. قال لهم طب إزاي ده معنى كده؟ طالما غير قابل للموت يبقى الصليب ده إله لا الأول يبقى إله، يبقى انتوا مش مسيحيين على الاخر. بالمر ليه؟ احنا بنؤمن بالاب والابن والروح القدس. طب لما نضيف لهم كمان حاجه غير مائته اللي هي الجسد، يبقى احنا بنؤمن باربعه مش بثلاثه. ده نمره واحد. نمره اتنين، قال لهم الله، طب وايه فائده العذراء امال؟ لما هو الروح القدس من مريم العذراء قد ولد. ثانيا، امال هو جاي يعمل ايه؟ اذا كان مش هيموت، اذا كان مش هيقطع الموت في الجسد. فالمسيح أخذ جسدا بشريا، جسدا أو طبيعة بشرية مساوية لطبيعتنا في كل شيء ما عدا الخطية، جسد قابل للموت لذلك قد مات.
المسيح مات بالجسد على الصليب. لو في نفس الوقت لاهوته لم يفارق نهوته حتى هنقول الكلام ده، لكن هو بيقول كده لأنه كان جسد بشري إذن قابل للموت فمات. لكن طب إزاي بقى؟ لأنه هو متحد بطبيعته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لم يفسد هذا. أهو بيقول كده، بفضل اتحاده بالكلمة اللاهوت أهو فلم يعد خاضعا للفساد يعني الموت، بل بسبب كلمة الله الذي حل فيه فإن الفساد لم يلحق به. وهنا بتخدمنا قدسك القسمة السريانية. ياريت أنا حابب نشارك بيها دكتور. يقول كده: هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد. عايز يقول لنا احنا تألم بالجسد، نؤمن إيمان أثناس الرسول في صلواتنا، وذبح وانحنى بالصليب، تمام، وانفصلت نفسه من جسده. يبقى الانفصال كان بين النفس والجسد مش اللاهوت خالص. طب تسمح لي قدسك بتقول أنا هعمل حاجة صغيرة كده عشان نفهم من الكلام ده. قدسك هتقرأ وأنا هعمل كده. طيب، انفصلت نفسه من جسده. لحظة واحدة الأول، أدي الطبيعة البشرية زي ما أنا قلت من شوية، زي أنا أدي في عندي نفسي وجسدي. طالما أنا حي الاتنين دول عاملين كده، والاتنين دول في المسيح متحدين باللاهوت الأول، ماشي، بس دول اول كده. انا لما اي انسان بيموت بتنفصل نفسه عن جسده كده، تمام، كويس. يبقى ادي طبيعه المسيح البشريه، تمام، وادي طبيعه المسيح الالهيه. بالتجسد اتحد الطبيعه الالهيه دي بالطبيعه البشريه اللي هم دول مع بعض، تمام، كويس. طيب، انفصلت نفسه من جسده، اهو نتكلم عن الصليب اهو تحت، اهو انفصلت نفسه من جسده، لكن الاثنين لسه متحدين باللاهوت. اما اتكمل، إذ لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه، أهو شايف قدسك، ولا من جسده. أدي نفسه أهي بدون جسده، وأدي جسده بدون نفسه، لكن نفسه متحدة باللاهوت وجسده متحد باللاهوت، تمام. بعدين بعدها بشوية يقول كده: واحد هو عمانوئيل، وغير مفترق من بعد الاتحاد، وغير منقسم إلى طبيعتين، هكذا نؤمن وهكذا نعترف وهكذا نصدق أن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم. ده لأنك أنت قدسك بتصلي على الجسد والدم كده، ومعنى كده أن هذا الدم لهذا الجسد. إذن ما فيش دم بدون جسد وجسد بدون دم. ده الجسد لما بيموت الدم بينشف جواه، لكن لما قدسك بتقول كده معناه أن ده جسد حقيقي حي. فعشان كده بنقول أنه النفس البشرية منفصلة عن الجسد، فده الموت الجسد، لكن بلاهوته لم ينفصل قط لا من جسده ولا من نفسه. وبعد 3 أيام حصل كده تاني، تمام، ولم يرى فسادا وقام المسيح بالجسد الممجد الجديد. الجسد الممجد الجديد، تمام. ده اللي بيتكلم عنه القديس أثناسيوس، وده اللي الكنيسة بتصليه في القسمة السريانية. وساعات كمان بعض الآباء يفضلوا يصلوا كمان في عيد الصليب، تمام، في أعياد الصليب، عشان نؤكد هذه الحقيقة. وبرضو زي ما حضرتك قلت ان احنا بنسبح ونرنم ونصلي هذا الايمان ليثبت في عقل الانسان البسيط والانسان المتعلم. اكيد قدسك متذكر ان احنا في بداية حلقاتنا بنقول ان العقائد دي عقائد ايه؟ خلاصية. خلاصية، يبقى احنا كل مرة بنصلي بهذا لكي يتحقق فينا خلاص الرب، وإلا بنؤمن بايه؟ يعني اذا ما كناش احنا بنؤمن لن يتحقق فينا هذا الكلام. فعشان كده بيقول ايه: وهكذا تم في جسد المسيح فعلان متناقض. ده قدسك في الفصل 20:5، تمام، في نفس الوقت اللي هو ايه بقى الفعلان المتناقضان دول؟ ان موت الجميع قد تم في جسد الرب. موت الجميع قد تم في جسد الرب، يبقى احنا متنا مع المسيح على الصليب. والثاني هو ان الموت والفساد قد ابيد من الجسد. بتقول موتنا على الصليب تعني أن بشريتنا مات على الصليب؟ طبعا طبعا، ده كلام في جسد الرب على الصليب، فدي بشريتنا. جسد الرب على الصليب. هو أن الموت والفساد قد أبيد من الجسد بفضل اتحاد الكلمة به. الموت خلاص، فقد كان الموت حتميا، وكان لابد أن يتم الموت نيابة عن الجميع لكي يوفي الدين المستحق على الجميع. الموت هنا المستحق، الدين المستحق على الجميع هو الموت، تمام. يوفي يعني يموت المسيح لكي يقتل الموت فينا ويقوم لكي يعطينا قيامته. وأنا كشخص أو كإنسان مؤمن في الكنيسة بقتني كل هذا في المعمودية، تمام، وبعدين أجدده كل مرة بتوبة
وباعتراف وبإفخارست عشان قدسك كده بتقول لأي واحد يؤمن وأي واحد يتقدم للمناولة جسد حقيقي ليسوع المسيح ابن الله. هو يرد إيه؟ أمين. أمين يعني ليكن. وصدق. صدق. يعطى لمغفرة وجسد ودم حقيقي. أمين. ليعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول لأنه جسد حي. تمام. آخر فقرة يا دكتور في الفصل العشرين يقول ولهذا كما ذكرت سابقا طالما أن الكلمة كان من غير الممكن أن يموت إذ أنه غير مائت فقد أخذ لنفسه جسدا قابلا للموت حتى يمكن أن يقدمه زي ما حضرتك قلت من شوية كجسده الخاص الهيكل الخاص كنيابة عن الجميع حتى إذا ما تألم عن الكل بالتحاد بالجسد فإنه يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. هنا بيقول كلمات القديس بولس الرسول في عبرانيين 2:14-15. تمام. لأنه ده إحنا ده هو اللي حصل لنا ده هي مفعيل أو نتائج تجسد المسيح وتأنسه واتحاده بطبيعتنا البشرية طبيعة غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير تمم كل هذا في طبيعته الخاصة وفي جسده الخاص شبهنا فيها في كل شيء, في كل شيء لكي نعطى نحن هذا المفعيل. ما هو لم يكن محتاجا إلى كل هذا. ابن الله صار ابن للإنسان لكي يصير ابن الإنسان ابن لله. هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. هو أخذ الموت الذي فينا ليعطينا قيامته. أخذ فسادنا وأعطانا قيامته. تمام. عشان الوقت بيجري بينا دكتور ناخد فقرة واحدة من الفصل 21 وليه بيأكد فيها تقريبا نفس الكلام تاني. يقول كده في أول فقرة في الفصل 21 والآن إذ قد مات مخلص الجميع نيابة عنا فإن نحن الذين نؤمن بالمسيح لن نموت بحكم الموت الذي كان سابقا حسب وعيد الناموس لأن هذا الحكم قد أبطل وبما أن الفساد قد بطل وأبيد بنعمة القيامة فإننا من ذلك الوقت وبحسب طبيعة أجسادنا المائتة ننحل في الوقت الذي حدده الله لكل واحد حتى يمكن أن ننال قيامة أفضل. هنا بيقول بقى امتياز الموت أن الموت بقاش بعبع وحاجة بنخاف منها لا أنه كده وبحسب طبيعة أجسادنا المائتة ننحل في الوقت الذي حدده الله لكل واحد حتى يمكن أن ننال قيامة أفضل. تمام. حضرتك تحب تضيف لنا حاجة في الحتة دي؟ هو هيتكلم بعد كده عن الموت وإن الناس يقول قبل تجسد المسيح كان الموت مرعبا حتى للقديسين. كان الموت مرعبا حتى للقديسين. أما بعد قيامة المسيح فأصبح الإنسان مستعد إنه يلعب بالموت. في الأمثلة بقى. الأمثلة هنتكلم عليها. خلينا نختم نكتب آية. عشان نوري برضو ان ده كلام القديس بولس الرسول اللي لقطه ابونا القديس أثناسيوس على مر العصور حتى وصل اليه. يقول لنا كده في كرونس الاولى واصحاح 3 وعدد 21 و22 وايضا الرب يعلم افكار الحكماء انها باطله اذا لا يفتخرن احد بالناس فان كل شيء لكم. ايه بقى كل الشيء دي؟ ابولس ام ابولوس ام صفا ام العالم أم الحياة؟ كل دي حاجات كويسة. أم الموت؟ الموت اتحط جنب الحياة كعطية في العهد الجديد. أم الأشياء الحاضرة؟ أم المستقبلة؟ كل شيء لكم وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. فصار الموت عطية ننحل في الوقت المناسب أو في الوقت الذي حدده الله لكي ننعم بحياة جديدة وحياة أفضل تبدأ من هنا في محضر الثالوث ولا تنتهي. نشكركم ونتقابل في محضر الثالوث في حلقة جديدة. الرب معكم.
واحد في ثالوث. الأب هو